صعيد منفصل أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحيا حول كشف في حقائق حول حريق ميناء عثمان دقنا بسواكن. وأوضح البيان أن الحريق اندلع يوم الخميس الماضي في 4:30 عصرا، وتم إخماده بعد 11 مساء من نفس اليوم بفضل مجهود كافة الأطراف المعنية من الدفاع المدني والعاملين بالميناء ووزارة النقل التي وصل وزيرها إلى موقع الحريق. وأصدرت الوزارة عقب اجتماعات مكثفة قرارات بتشكيل لجان التحقيق وأخرى لحصر الأضرار والخسائر وتحديد المسؤولية، على أن تباشر اللجان عملها منذ صدور هذا القرار. من حاضرة ولاية البحر الأحمر بورت سودان ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عوض عبد الباري، مدير إدارة الإعلام بالهيئة البحرية. مرحبا بك أستاذ عوض. مرحبا بك أستاذ عوض في مع الأحداث. مرحبا بكم، عليكم السلام. مرحبا بك. في البدء أستاذ عوض بالحديث عن هذا الملف وعن هذا البيان الذي قرأناه الآن، ما هي حقيقة الأوضاع على أرض الواقع لنكن أقرب للصورة؟ نعم، هو بالفعل نعم بالفعل كما أشرتم وقع الحريق، والساعة حوالي الساعة 4:30 واستمر حتى 11:30 ليلا لأكثر من 7 ساعات. إلا أنه في هذا الوقت يعني من الليل أو قبيل منتصف الليل تمكن السلطات الدفاع المدني بالولاية وبهيئة الموانئ البحرية بالاستعانة بسيارات الإطفاء التي كانت في الموانئ القريبة مثل ميناء الخليل من عز الحريق والسيطرة عليه وحصره في نطاق ما يسموه بالمساحة A أو المنطقة 1 الخاصة بالطرود وفضائح الطبائع. نعم. عقب ذلك بالطبع صبيحة اليوم الثاني بعد أن وصل السيد الوزير بالبر إلى سواكن، والتقى هناك السيد المدير العام للبحر الاحمر المكلف واللجنه الامنيه للولايه واللجنه الامنيه للموانئ، وانعقدت سلسله من الاجتماعات خلصت الى عدد من التوصيات والقرارات، ومن ضمن هذه القرارات تشكيل لجنه للتحقيق والتقصي ومعرفه الاسباب، بالاضافه الى لجنه اخرى لحصر الخسائر وتحديدها ماليا. الآن تم فتح الميناء ومعاودته لي. هل هذا يعني الآن أستاذ عوض هي عودة عمل الميناء واستقرار، لأن هذا الجانب هو الآن يقلق الجميع حول الاستمرارية بالعمل به؟ نعم، هو بالفعل الميناء فتح وعوض نشاطه مجددا بعد أن فتحت مسارات للمناولة بعيدا عن منطقة الحريق المتضررة، واستقبل الميناء أول باخرة للركاب بعد الحريق يوم الجمعة أمس الأول مساء، وسارت الحركة بطريقة عادية وتم إنزال الركاب. صالت الركاب صالتي الغدوم والمغادرة لم تتضرر بشيء. الحريق محصور في منطقة الطرود والطبالي، وهذه المنطقة بالطبع الآن معزولة لأنها ستخضع لتحقيق. و بحديثك عن منطقة الطبالي وخضوعها للتحقيق، هل بدأت تظهر أي ملامح حول أسباب اندلاع هذا الحريق؟ لا، هو يا دوب بدأت اللجنة تباشر عملها، سيتم العمل الاستعانة بالأدلة الجنائية وإدارات الشرطة والأجهزة العدلية. يا دوب التحقيق بدأ في مراحله الأولية، ننتظر ليس ما تظهر نتائج التحقيق لتوضح الأسباب. نعم أستاذ عوض، نجد أن وزارة النقل طالبت بضرورة وضع ضوابط ومحددات للتعامل مع الإرساليات أو بما يسمى الطبالي، والتوصية أيضا بأن تكمل اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن. كيف تعلق على هذه التوجيهات؟ نعم، هو هنالك كانت لجنة وزارية قبل الحريق مكونة بقرار وزاري. هذه اللجنة كان مطالبة بأنها تضع مزيد من التدابير لإجراء بعض التحسينات
تدابير واحترازات واجراءات السلامه فيما يخص مناطق التخزين وما يخص السلامه والصحه المهنيه للعاملين. الان بعد اندلاع الحريق من احد مخرجات اجتماعات اللجنه الامنيه بحضور الوزير هو ان تسارع اللجنه في عملها وتقدم تغريرها في غضون حوالي 3 أسابيع من تاريخ الحادث. هذا بجانب قرارات أخرى تتعلق بإعادة تقسيم مساحات التخزين داخل ميناء الأمير عثمان دقنة على أساس تخصصي، بحيث أنه كل بضاعة من نوع واحد تكون في مربع معين ومحدد ومعروف. أيضا هنالك قرارات بالإسراع بإكمال الإضاءة ومسد مناطق الهشاشة في سور الميناء، أيضا تركيب كاميرات مراقبة حتى تكون ساحات التخزين خاضعة للمراقبة المستمرة. نعم، نجد أن الاجتماعات أمنت التي اطلع بها وزير النقل إلى البدء الفوري في أعمال تعزيز إجراءات السلامة المهنية وحماية العاملين والمنشآت من الكوارث المدرجة أصلا في خطة ومنحها الأولوية في التنفيذ. هل هنالك جديد بهذا الصدد؟ وإضافة إلى هذا، برأيك هل الميناء ينقصه الكثير من التأمينات وأيضا كثير من حمايته من الكوارث والحوارق التي الحروق التي يمكن أن تقوم به؟ نعم، هو ما في شك الميناء يحتاج إلى مزيد من التدابير الاحترازية فيما يلي إجراءات السلام. هو يحتاج بالفعل إلى ذلك، ولكن يعني هذا الأمر فطنت إليه الإدارة والوزارة مبكرا وكونت هذه اللجنة الوزارية. لماذا لم يكن هنالك انتباه لهذا الجانب من قبل أستاذ عوض؟ لماذا لم تهتموا لهذا الجانب من قبل إلا بعد وقوع الكارثة؟ لا، هو كان هذه اللجنة تم تكوينها أصلا قبل وقوع الكارثة، ولكن الآن عقب أن حدث هذا الحريق من مخرجات الاجتماع اللجنة الأمنية أن تقدم اللجنة تغريرها في غضون 3 أسابيع وتعطى الأولوية في التنفيذ، يعني مقرراتها تعطى الأولوية في التنفيذ بحيث يكون التنفيذ متضمن أو ضامن لمزيد من إجراءات واحترازات السلامة من حيث تصنيف البضائع الخطرة، من حيث إعادة توزيع مساحات التخزين والإضاءة كما ذكرت آنفا وكاميرات المراقبة وما إلى ذلك من إجراءات احترازية. هو نعم. بالفعل هنالك غصور في مسألة تدابير السلامة، ولكن نعم. كان هذا مرصود ومعروف وهنالك تغاليد. هل القائمين على الأمر أستاذ عوض ينظرون إلى ميناء عثمان على أنه هو من أهم الجهات التي تكون هي مصدر استقرار اقتصادي للبلاد بشكل من الجدية ويمكن إعارة اهتمام أكبر ووجود بنى تحتية أفضل؟ نعم، هو الميناء بالطبع هو ثاني أكبر المواني السودانية بعد الميناء الشمالي اللي هو أقدم تأسيساً، وهو الميناء الأول للسودان. هو ميناء واسع ذو مجرى ملاحي معمق قابل لأنه يستقبل سفن بغاطس أكبر، حتى مؤهل لاستقبال المظهر شبه من السفن كما يسمونها السفن الضخمة. حتى يعني في اجتماعات مجلس الإدارة كان هنالك قرار بأنه ميناء سواكن يحسن ويحدث وتزداد مرابطه بحيث يكون ميناء ظهير لميناء بورسودان أو بديل له إذا ما زادت صادرات وواردات السودان، وإذا ما تم تطبيق العمل المينائي أو التجارة الخارجية كقيمة مضافة عن طريق ما يسمى بتجارة الترانزيت من لخدمة الدول المعزولة بحريا في وسط أفريقيا. كل هذا ميناء الأمير عثمان دقنة سواكن مؤهل له. في الفترة الأخيرة أدخل ما يسمى بنظام البرادات وأدخل ما يسمى بنظام الحاويات العام الماضي لأول مرة، بجانب أنه هو الميناء الخاص بالركاب.
كل هذا يؤكد ما تفضلت به من أنه من أهم المواني السودانية للاقتصاد السوداني، لكن بالطبع يحتاج إلى مزيد من الخطوات التطويرية ومزيد من تحسين في عمليات المناولة والتجديد في الأرصفة أو زيادة الأرصفة وما إلى ذلك. نعم أستاذ عوض، نجد أن هنالك بعض الموجهات الوزارية، دعنا نقرأ منها. إذن منح لجنة القرار الوزاري الصادر يوم الثلاثاء الماضي 24 من 2022 الخاص بمراجعة النواحي التشغيلية ومواقع الطبالي بتأمينها فترة قطرها 3 أسابيع لرفع تقريرها الختامي وتصورها التنفيذي للمعالجات المطلوبة بالتنسيق مع السلطات المختصة وجميع الجهات المعنية في عضوية اللجنة. ما الذي تم بهذا الخصوص وهذا الجانب؟ نعم، هو اليوم السيد المدير العام غادر عند 10 صباحا إلى ميناء الأمير عثمان دقنة لمتابعة كل ما هو وارد في بيان الوزارة بخصوص هذه الإجراءات، ولاستقبال أيضا التهيؤ لاستقبال تقرير اللجنة الذي سيتم تقديمه في غضون 3 أسابيع من الآن. وأعطت الوزارة أولوية التنفيذ لقرارات اللجنة حتى إنه يعني ما ورد في البيان يكون نافذا وقابلا للتنفيذ بأعجل ما تيسر لسد الثغرات والذرائع ومناطق الهشاشة في مسألة سلامة الإجراءات وسلامة عمليات المناولة وسلامة تخزين البضائع. نعم بالتأكيد، شاكرة لك جدا الأستاذ عوض عبد الباري مدير إدارة الإعلام بهيئة البحرية بور السودان، شكرا لك على وجودك معي في مع الأحداث. شكرا لك، وبالتأكيد سننتقل إلى آخر ملفاتنا لهذا اليوم عقب الفاصل.